نرفض الأوضاع العسكرية والإنسانية في الشمال من جباليا تحديدا. عبر الهاتف مع مراسلنا هناك إسلام بدر. إسلام، كيف يبدو الوضع العسكري لديك مع تواصل القصف؟ وهل بدأ السكان بالاستجابة لهذه التعليمات الإسرائيلية الأخيرة بإخلاء مناطق محددة في شمال القطاع؟ حالة من القلق تعتري المواطنين الذين تلقوا هذه المنشورات من قبل جيش الاحتلال صباح هذا اليوم بعد ليلة ساخنة ومليئة بالقصف المدفعي والحربي. المناطق التي حددها جيش الاحتلال هي مناطق واسعة من شمال قطاع غزة. عمليا محافظة شمال غزة تم تحديدها بالكامل عدا حي الصفطاوي تقريبا. تحدثنا عن بيت لاهيا وجباليا، تل الزعتر، شرق جباليا، عزبة مليم. هذه المناطق هي مناطق واسعة ومترامية الأطراف مقارنة بالمساحة الكلية لشمال قطاع غزة. فقط بيت حانون غير محددة وحي الصفطاوي، وبالتأكيد لا يمكن للمواطنين التوجه إلى بيت حانون ولا إلى حي الصفطاوي ولا حتى إلى مدينة غزة، على اعتبار أن المناطق المحددة يقطنها قرابة 200,000 مواطن فلسطيني، وهؤلاء يسكنون في ظروف صعبة، وإذا ما انتقلوا من نزوحهم إلى نزوح آخر فإنهم يحكمون على أنفسهم بالعيش في ظروف أكثر قهرا وأكثر صعوبة في ظل الدمار الكبير الذي خلفته العملية العسكرية أو الاجتياحات المتتالية لجيش الاحتلال في مناطق مختلفة لشمال قطاع غزة ومدينة غزة. وبالتالي موضوع الاستجابة لهذه الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء تبقى حيز التردد لدى عدد كبير من المواطنين. صحيح هناك عدد من النازحين تم مشاهدتهم، ولكن الأعداد حتى هذه اللحظة قليلة ومحدودة للغاية على صعيد استجابة المواطنين، على اعتبار أن هذه المناطق أساسا لم ينزح منها بل نزح إليها المواطنون طيلة أيام الحرب. عمق مخيم جباليا وهذه المناطق أساسا كانت موئلا للمواطنين طيلة أيام الحرب، وكان الناس ينزحون إليها خلال ذروة العملية العسكرية في ديسمبر العام الماضي، نهاية العام الماضي ويناير هذا العام. وبالتالي ليس واضحا إذا ما كان المواطنين سيستجيبوا لهذه الإملاءات والأوامر الإسرائيلية بالإخلاء، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضغط ولا يكتفي فقط بإنزال هذه المنشورات، وإنما يقوم بقصف مدفعي وقصف حربي وأيضا إطلاق قنابل دخانية على المناطق الشرقية لجباليا. بالتأكيد الساعات القادمة ستكشف حقيقة الموقف وكيف يمكن أن نعم. يتم وأيضا تحميل إسلام، حجم هذه. في جديد التطورات، مصادر خاصة للعربي أفادت بوقوع معارك واشتباكات عنيفة وسط وجنوب حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. إذن معارك واشتباكات عنيفة وسط وجنوب حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هل من تفاصيل بشأن هذه المعارك وما تسفر عنه حتى اللحظة؟ منطقة الزيتون وحي الصبرة هي محور التوغل الأساسي، هناك حالة من طبعا التوتر الشديد في تلك المنطقة، وبطبيعة الحال ما يجري في هذه المناطق هو امتداد أو آثار للتوغل الإسرائيلي فيها، ولكن الاشتباكات لم تنقطع، تزايد وتتصاعد في بعض المراحل وفي الأقل بقليل في مناطق أو مراحل أخرى، ولكن بشكل عام يمكن القول أن الاشتباكات لم تنقطع في حي الزيتون وحي الكبرى. وبين ساعة وأخرى أعلنت المقاومة إعلان أكثر من بيان أو عسكري حول تنفيذها عمليات عسكرية من قبيل إطلاق الرصاص أو طمس الجنود أو تفجير أبوات في عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبطبيعة الحال هذا الأمر يعني له دلالات على الأرض من قبيل سماع دوي إطلاق الرصاص والنار المكثف من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي أو سماع أصوات انفجارات كبيرة. لكن هذه المنطقة، منطقة حي الزيتون وحي الصبرة، خصوصا الأحياء الوسط بينها مثل منطقة مسجد علي وشارع 8 ودوار دولة وغيرها من المناطق، شهدت عن أوضاعا صعبة نعم. للغاية خلال الأيام الماضية وخلال الساعات الماضية بالتحديد. أشكرك جزيل الشكر من جباليا في شمال غزة، مراسلنا إسلام بدر.